مرة أخرى السادة المشاهدين، ونستكمل حلقتنا بعد الكلام الجميل اللي احنا سمعناه من سيادة المطران فيليب صليبة. بيسعدني ان احنا يكون معنا النهاردة في نقاشنا عن الأوضاع في سوريا في ظل الأزمة الحالية، ونستمع لوجهتي النظر المعارض والمؤيد. فمعنا اليوم من الجانب المؤيد، هم في الآخر أصدقاء، يعني احنا وده هدف البرنامج ان احنا بنوصل بيبقى في جسر بين الاثنين، يعني معارض ومؤيد من وجهه النظر السياسيه، ولكن من وجهه النظر الانسانيه المفروض كلنا او كلهم سوريين، كلهم عرب حاجه واحده. فبيسعدني النهارده، يشرفني ان يكون معانا الشاعره والاديبه وعضو الجمعيه السوريه الامريكيه السيده ايفين ديركي. وأيضا من الجانب الآخر الأستاذ المحامي ومؤسس ورئيس جمعية حقوق الإنسان بسوريا الأستاذ مهند الحسني. أهلا وسهلا أستاذ محمد مهند. المنظمة السورية لحقوق الإنسان. المنظمة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا. أهلا مرحب بيك. شرفنا. وشرفني وجودكم معنا. خلينا نبتدي، يعني ليديز فيرست هيك بيقولوا. طيب ايه رايك في الوضع الحالي في سوريا؟ قبل وقت نحكي عن الوضع السوري، المفروض نحن نوصف حاله الوضع السوري او الحراك او الازمه اللي صايره بسوريا. الازمه هل هي ازمه حراك شعبي بس ام ازمه اقليميه دوليه وحراك شعبي؟ نحن ما بنقدر نوصف المرض ونوصل له، بنقدر نلاقي الحل لنطلع منه. نحن عنا حرب كونية ودول إقليمية ودولية تتقاتل على أرض سوريا. يعني مش سوريين بس. مش سوريين بس. لو اطلعنا على لما نحن وقت اللي بدنا نحكي على الخارطة السورية، بدنا نرجع لعام 1967 وقت صار الحرب على العدوان الثلاثي. قرر هنري كيسنجر ب 1968 بوضع خطة جديدة للاستيلاء على الوطن وتفتيته. الخطة الأولى الأولى اللي حطها هو كيسنجر تقسيم الدويلات للدول العربية لكونتينات. ده في التاريخ، بس حضرتك خليني أقول لك، أنت بتقول فهي إجت لأقول لك، لأنه نحن بدنا نوصف الحالة السورية. أيوة. نحن ما أنا ما بقدر أقول عن الحالة السورية ثورة، ولا بقدر أقول عنها بكون غبية جدا إن لما بقول إنه ثورة، وبكون غبية أكتر لما بقول إنه بس مؤامرة. هي ثلاث أشياء اجتمعوا مع بعضهم: حراك شعبي، إقليمي، دولي، حرب كونية على سوريا، حرب عالمية ثالثة على سوريا. طب أنتوا على الأرض بتقولوا السورية. أنت الجمعية السورية الأمريكية بتقولوا إن أنتوا ما بتدافعوش عن النظام ومش مهم عندكم النظام، ولكن هدفكم هو حماية الدولة السورية. طبعاً. مين أي نظام؟ مين الأبقى؟ سوريا هلأ، الكيان السوري، الدولة السورية، المؤسسات السورية، إما أن تكون أو لا تكون. إذن هنقف عن تكون أو لا تكون دي، ونتوجه للأستاذ مهند. على فكرة الأستاذ مهند الحسني راجع من السجون في سوريا، كان مسجون لفترة. أستاذ مهند. نعم. يعني هو مو بالجانب الشخصي، أنا طلعت من سوريا عام 2011 بالشهر السابع 2011، طبعا اعتقلت لمدة 3 سنوات، يعني والأصل كنت محكوم 6 سنوات على خلفية نشاطي بمجال حقوق الإنسان. كنت محامي لفترة طويلة في سوريا. محامي لمدة 20 سنة، وأسسنا المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وطالبنا ببعض المكاسب الإنسانية للناس، قليل من المكاسب الإنسانية. حاولنا نقنع الترسانة الأمنية على مدى يعني مدة طويلة من الزمن إنه بعض المكاسب يعني الإنسانية تخفف التوتر والاحتقان. طيب حضرتك يعني كنت يعني كانت النتيجة سبب نشاطي في مجال حقوق الإنسان. يعني تعرف أنت لما أنا اعتقلت على خلفية أنني مؤسس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وأنني دافعت على المعتقلين السياسيين، وكان بالنتيجة يعني مثل ما بتعرف يعني التلاعب بعواطف الأمة وزعزعة مشاعرها القومية، ويعني هذه
الترسانة من التهم الجزافية. المنظمة ما زالت موجودة في سوريا طبعاً واستمرت. يعني هذا ليس الموضوع يعني موضوع، لكن أنا خرجت من دمشق مؤخراً، هذه واحدة. الثانية، أنا لست ناشطاً سياسياً ولست معارضاً، أنا هنا فقط ناشط بحقوق الإنسان، يعني رجل أوصف الواقع اللي موجود، لست مع أحد. سوري وتحب بلدك. أنا على مسافة متساوية من الجميع، ليس لي مصلحة لا مع النظام ولا مع غير النظام في هذا ال يعني نفس الكلام مدام يعني كل مين يعني يرى الأمور من زاويته، لكن فيما يتعلق بي كناشط في حقوق الإنسان، أنا أعمل في مجال حقوق الإنسان ولا أعمل في السياسة، لست مع الائتلاف، لست مع المعارضة، لست إلا مع المستضعف، من لا ملاذ له، المنهك القوى، خائر القوى، الضعيف، المحروم، الموجود في دمشق أو في باقي المدن السورية. أنا هذا يعني من أمثله وأنطق باسمه أو أحاول على الأقل. وفي هذا الصدد أقول الثورة السورية، يعني سواء اعترفنا فيها ثورة أو وصفناها أنه هي حرب كونية، هي بدأت في 15/3/2011. أنا أتكلم أرقام وحقائق. وفي 25/3/2011 في جمعة يوم الغضب، النظام السوري أنزل الجيش إلى الشوارع، أنزل الجيش إلى الشوارع وبدأ القتل من جانب واحد. وأول دعوة، أول دعوة لحراك عسكري لوقف القتل كانت بـ 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 بنهاية بأول 8/2011. بأول 8/2011، وأول تصنيف حقوقي أو قانوني للصليب الأحمر الدولي بيقول إنه في سوريا نزاع مسلح غير دولي، كانت في 29/7/2012، بعد 16 شهر من بدء الانتفاضة أو الثورة. طيب، أو الحرب الكونية الفضائية. طيب، خلينا نمشي خطوة خطوة. هو عم يقول الحراك بدرعا. أنا هلأ اللي عم يسمعني وبأمريكا بالذات، والمعارضة الفرنسية اللي السورية بفرنسا والمعارضة بأمريكا، احنا بنخاطب السوري والعربي، المعارضة السورية والعربية. أيوة. انا كنت معارضة، مقالاتي موجودة بالنهار. انا ب 2010 اجتني المعارضة السورية، الحراك والمخطط على سوريا من بعد 2003. بعتت فيديو انا لهون بتمنى من الشعب العربي والشعب السوري. انت بقالك قد ايه في امريكا؟ صار لي 23 سنة. اوكي، خليني احكي. عم تقولوا انتم حراك ب 2011، أنا بعتت فيديو بتمنى كل عربي وكل سوري هلأ يطلع على الإنترنت، عم بحكي بوثائق وبلسان الغرب والأمريكي، يطلع هلأ على الفيديو على اليوتيوب يحط الجنرال ويسلي كلارك شو حكى عام 2003 بحرب أفغانستان اللي صارت ب 2001. بعد 4 أسابيع من هجومهم على أفغانستان، سيد محمد قررت البنتاغون الهجوم على العراق وسوريا وليبيا والسودان وعلى 5 دول. موجود، طلعوا شوفوا، أنا بحكي حقائق. وقت اللي هو مخطط موجود من عام 2001 للقضاء على الدولة، إنشاء شرق أوسط جديد، مين اللي حط مخطط؟ بتمنى برضو للشعب السوري والعربي اطلعوا على الفيديو، حطوا مخطط برنارد لويس، هي تقسيم الوطن العربي. من أسبوع نزلت أو من كم يوم بكل وقاحة و بدون يعني بكل وقاحة من النظام العالمي، لما بينزلي بالواشنطن بالنيويورك تايمز تقسيم الوطن العربي وخريطته حاطينه، يعني يقولوا نحن هيك بدنا نساوي. الحراك كان موجود من أول. أنا ما بدي اذكر اسماء معارضه هلا لاني ما بحترمهم، ما بحترم اني اذكر اسمهم، بس رح اذكر اسم واحد يا شعب عربي ويا سوري، فريد الغادري. 2003 نزل لاسرائيل، حطوا اسمه على الفيديوهات. انا عم بحكي وثائق،
نزل على إسرائيل وقال لهم وقفوا معنا ونحن منكمل منعطيكم منساي السلام معكم. كان كلامه بالتحديد طيب. نحن لا نكره إسرائيل أوب. نحن بدنا السلام مع إسرائيل بس الأسد هو اللي معنانا عن السلام. في شغلة مهمة جدا سيد محمد، بتمنى الإعلام العالم كله ظلم سوريا، بتمنى نوصف الحالة بحقائقها. بيجيني معارض ب 2011 بتلفزيون من التلفزيونات هون ما رح أذكره مشان الإعلام، اللي عم يسمعني عرفان إني عم بحكي، ووقت اللي بيتصلوا تلفون بدهم أسماء أنا بعطيهم. وقت اللي قلت له أنت ب 2008 أمريكا دفعت لك 150 ألف للحزب تبعك اللي هو المعارضين هلأ السوريين، قال إيه؟ قلت له وموجود وشهود يعني موجودين. قال عرضت علينا أمريكا 5 مليون، فريد الغادري ما رضي إلا ب50 مليون. إذا أنا طيب. دايقة بس يعني في نقطة مهمة، أنا لما بدي أبدأ أي معارضة، أنا معارضة، أنا بعارض الفساد، بعارض كذا، بعارض بدي حياة أفضل لشباب سوريا، بدي حياة، بس أنا لا يمكن عارض الثوابت الوطنية. طيب خليني هرجع للأستاذ مانا، بس أخذ أستاذ ميلاد من تكساس تاني تفضل. أستاذ ميلاد ألو. أيوة ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا استاذ محمد. سؤالي، اول سؤالي عندي ثلاث اسئله يعني، وتحياتي لك والضيوف. تفضل. اقول اول سؤال، ليش دائما الاخوان احنا كشرق الاوسط دائما مهجرين من وطننا؟ وثاني سؤال، اعتبر الرؤساء رؤساء فاشلين. سؤال أقول الرؤساء رؤساء مافيا، هم مو رؤساء، ما يحبون شعوبهم، ما يحبون، ما يحسون بالمسؤولية لشعوبهم. أوكي؟ من يعني إحنا من يعني أذكر من 68 لحد الآن، يعني مو أنا، يعني مالي 75، بس أذكر يعني لحد الآن الشرق الأوسط دائما هجرة هجرة هجرة. مع العلم إحنا عندنا خير وخيرات، ليش احنا دائما نهجر الى اوروبا والى امريكا والى استراليا؟ ايوه مظبوط. يعني انا معاك، انا معاك ان في سبب، طبعا في سبب، وده يعني من ضمن المواضيع الهامه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني هو بيقول ان احنا ايه السبب ان احنا هاجرنا من بلادنا وسبنا بلادنا وجينا للبلاد الغرب، رغم ان احنا عندنا كل حاجه تؤهل لمعيشه افضل بكتير من هنا يمكن. وفي نفس الوقت بيقول ان رؤسائنا يعني ما بيهمهمش مافيا، ما بيهمش. فخليني ارجع تاني لحضرتك ردا على مدام ديركي. الموضوع ما بعرف، نحن كنا عم نحكي بشيء وانتقلنا لموضوع يعني ما بعرف. لا نفس الموضوع، نحن الحديث انه الحديث، انت وصفت الحراك، انا عم رد عليك. الحراك 2011 انا رديت عليك تأسيس اساس الحراك، قلت لك من انو سنه وعطيتك اثباتات ووثائق. انا هاد ما طلعت برات. طيب هو الموضوع اللي اتكلم فيه الاستاذ ميلاد، انا بشكرك الاول استاذ ميلاد، لان موضوع هو ده برضو ما دام هيك الموضوع معناته لنرجع للقصه من اولها. ما دام هيك الموضوع، تاريخ سوريا مولانا، تاريخ سوريا اساسا هو عباره عن صراع ما بين تاريخ الحديث ما بعد الاستقلال، ما بين الشرعيه الدستوريه والقانونيه، اللي كانت هذه الشرعية التي كانت تنبثق من الطبقة، من البرجوازية المتوسطة على أيدي طبقة وسطى محترمة، التي سنت ثلاث دساتير أنا أتحدى فيها وفق الضوابط العامة أهم دساتير العالم. أيوة. وما بين العسكر دائما كان، أو ما بين الشرعية الثورية التي تأتي على يد العسكر، كان كل ما استتب الأمر للشرعية القانونية والدستورية يأتي العسكر ويستولوا على تلك الشرعية. أول انقلاب حدث في سوريا عام 1949 كان قد تم تهيئته، وأول انقلاب عسكري على الشرعية. أيوة. أول دبابة عسكرية نزلت على شوارع سوريا تم التخطيط له وتمويله في السفارة الأمريكية في دمشق. هذا الكلام باعتراف
كوي مايلز اللي هو الضابط المخابرات اللي خطط لهذا الموضوع وإله يوتيوب ب 17/12/2012 أصدره. واللي بيرجع على عام 1900 كان عندنا دولة ديمقراطية عصرية محترمة، كان عندنا كتلة وطنية، كان عندنا برلمان، كان عندنا رجال كتلة وطنية، كان عندنا فارس الخوري المسيحي الكاثوليكي اللي هو كان يعتلي قبة المسجد أو يعني منبر المسجد الأموي ويخطب ويحكي يعني بالمسلمين لما كانت نسبة الأمية 90% بثاني حكومة منتخبة ما بعد الاستقلال. نحن من كم سنة عندنا جذور ليبرالية وحضارية في سوريا قديمة. دائما كان يأتي العسكر ويستولوا على نظام الحكم ويفرضوا شرعيتهم ويفرضوا. عام 1963 استتب الأمر للعسكر، ومنذ أن استتب الأمر للعسكر بدأوا بمسلسل القمع والقهر. كان العنوان في سوريا القهر. أول يوم ب 8 آذار 63 فرضوا حالة الطوارئ التي استمرت قرابة 50 سنة. بعد أشهر أصدروا مرسوم اسمه المرسوم 6 يحكم بالإعدام على كل من يناهض ثورتهم. استمر مسلسل القمع. المحاكم الاستثنائية اللي أعدمت الآلاف، القوانين القهرية، قوانين إنشاء إدارات المخابرات المختلفة في سوريا التي يعني التي لها حصانة يعني أنا عم أقول لك كيف تسلسلت الأمور، كيف إجا القهر للسوريين، ما هو مصدر القهر، لماذا الآن السوريين يفضلون الموت على الحياة، لماذا حينما تخيرهم بين أمرين أحلاهما مر القبول بهذا النظام أو الموت يفضلون الموت. في سؤال هون في سؤال هون حشم المكبوت. أنا ما قاطعتك، أنا ما قاطعتك، لاحظي أن أنا ما قاطعتك. بفضلوا الموت، عم يفضلوا الموت على الحياة. إذن أنا رح أسألك سؤال، إذا الشعب السوري فضل الموت سوريا ليش صمدت لهلأ؟ الشعب السوري لولا صموده مع الرئيس وجيش سوري كانت راحت سوريا بعد 3 أيام. الشعب السوري قرر يوقف بوش هالهجمة والخيانة المعارضة. طيب. أنا حقوق عم نحكي طيب. على حقوق. بما أنك أنت حقوقي أنا رح أجي مع حقوق الإنسان ومع حقوق ومع أي قانون دولة، أي قانون في العالم، قانون الأمم المتحدة سيد محمد بيقلك تحترم كل دولة حدودها وكذا. صحيح. لما بتجي تركيا بتمول الإرهاب، لما بتجي سعودية بتمول الإرهاب، لما بتجي قطر بتمول الإرهاب، أي قانون؟ الأستاذ مروان والحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، أخذ الأستاذ مروان أبو الفضل العباس أوكي، حزب الله ابن عم المالكي بالشام أوكي، هدول أوكي. لا 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 حزب الله. طيب خليني أخذ التليفون معلش لحظة لحظة، خليني أخذ الأستاذ مروان. أهلا وسهلا أستاذ مروان من نيوجيرسي. يا استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا حمد. اهلا وسهلا. الحقيقه سؤالي موجه للضيفين السيده ايفين، هو نفس السؤال تقريبا. ايوه السيده ايفين واضح تأييدها للنظام، فلماذا نفت عن نفسها صفه تأييد النظام وتدعي انها فقط حريصه على الدوله السوريه؟ ايوه السؤال بوجهه للاستاذ مهند الحسني لان اعلم تماما انه معارض سوري، فلماذا هو ايضا نفى عن نفسه صفه المعارضه للنظام؟ فهمت. وحصل نفسه في اطار الدفاع عن حقوق الانسان ونفى عن نفسه صفه تأييد الائتلاف او الجيش السوري. وصلت الرساله يا استاذ مروان. بالاخير من ضمن كونات المعارضه السوريه. ايوه شكرا شكرا. يعني هو عند وجهه نظر. انت حضرتك في البدايه قلنا ان انت مؤيده للنظام، ولكن انت نفيتي عن نفسك، هو وجهه نظره يعني، ان انت في حديثك نفيتي عن نفسك ان انت مؤيده للنظام. والاستاذ مهند الحسني ايضا قدم على انه معارض للنظام، ولكن كلامك برضو هو على حسب كلام الاستاذ مروان ان انت نفيت ان انت معارض، ولكن انت بتشتغل لحقوق الانسان. لا سيد يعني محمد للتصحيح يمكن النقطه بس التصحيح انا للجمهور انا كنت يعني معارضه لمده 10 سنوات. بعد 10 سنوات بالازمه تبع سوريا ب 2010 وقت شفت المعارضه ب 2010 عم بحكي، لما شفت المعارضه كيف بعتها لسوريا قدام عيني
قررت الوقوف مع سوريا. يعني تجي معارضة وبعدين بتجي معارضة معارضة الفساد. أنا هلا قدام الشعب السوري، قدام الشعب السوري وجود سيادة الرئيس بشار الأسد وحماية وحماية الجيش السوري والوقوف معه هو حماية للكيان السوري السورية إما نكون أو لا نكون. طيب خليني أروح أستاذ مهند، هو بيقول إن حضرتك في البداية هو عارف إن أنت معارض، هو سامع عنك وعارفك إن أنت معارض سوري، ولكن أنت دلوقتي بتنفي إن أنت معارض، أنت بتقول أنا بشتغل في حقوق الإنسان، أنا لا معارض للنظام ولا مؤيد للنظام. فهو عايزك توضح الصورة دي. يعني يعني أنا يعني وضحت، أنا على مسافة واحدة، أنا أقيم ما هو موجود، أنا أنقل معاناة الناس. أنت سألتني إنه هل هي ثورة ولا لا، أنا عمال أقول لك بالتواريخ 16 شهر لحد إلى أن جاء الصليب الأحمر الدولي، مو أنا بدأت الثورة ب 15/7 الصليب الأحمر الدولي ب 19/7/2012 كجهة للتصنيف القانوني جهة دولية حيادية قالت الآن يبدأ النزاع في سوريا يدخل حيز النزاع غير الدولي المسلح. طيب نتيجة التسليح النائب الكويتي، النائب الكويتي أحمد الطبائي هو من أول شهر فوت الأسلحة على مسجد العمري. لا حرد واحدة بوحدة لأنه يقول لي بعد 16 شهر. لا غلط، لا أحمد الطبائي اطلعوا على اليوتيوب، أنا عم بحكي وثائق، واطلعوا على هيثم المناع وقت اعترف من أول شهر الأسلحة فاتت من الكويت. نسمع مدام أول لما انفعل نسمع مدام ديرك نسمع بس خليني نسمع خليني أحكي. لا بعدين العمري فات الأسلحة بالعمري أعلى طريق أحمد الطبائي واعترف فيها المعارض هيثم المناع، اطلعوا على الفيديوهات تسمعوها. طب خلينا ناخذ مكالمه استاذ فاتن، بعد الجمهور بس لحظه لكملها. الصليب الاحمر الدولي لا معي مجترس الصليب الشغور، انا وعم تقولوا لي ما في اسلحه اغصان زيتون ما تجيشنا. الصليب يعني الاحمر الدولي لا معي ولا معي، انا صليب احمر في صليب احمر في قانون دولي بعد الحرب على سوريا. لا صدق قانون ولا شغله بالصوت العالي قلت لي في جسر خلينا نسمع استاذ مهند مدام دي. انا قطعت شيء؟ لا لا انا لما حكيت قطعت. انا ما قطعت، احنا وعدنا الساده المشاهدين يشاركوا معنا في الحلقه. يعني هون في موضوع الفكره هيك ما بتوصل. تفضل. النظام هذا النظام العسكري يا أخي، هلا أنا كل اللي يعني كل اللي إلهم أجندات مع النظام لسبب أو لآخر بيقولوا لك إنه نحن أخي ما بدنا، نحن بدنا نحمي سوريا، نحن ما لنا مع الأسد، نحن مشكلتنا مو هي مع الأسد، نحن مشكلتنا فقط يعني من أجل هذا الكلام. هذا الكلام بنسمعه كتير من اليوم في عنا واقع موجود على الأرض في نهر دم. المشكلة الكبيرة هي بشار الأسد نفسه. معلش بعلي خلينا نوقف هنا. معلش أستاذ مهند أخذ الأستاذ. أنت تعتبر حالك سوري؟ معلش بصي لحظة مدام، خلينا بس عشان احنا زي ما اتفقنا انا بعتبر حالي سوري دافع عن الاطفال، ما دافع عن بشار الاسد. انا دافع عن الاطفال ورجال، انا دافع عن الاطفال. مش يعني واحد شيشاني فايت من جميع الدول، مو صحيح. دافع عن الشعب مو صحيح، مو صحيح. دافع عنه. معلش خوانا مرتزقه كلكم. لا 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 احنا اتفقنا على الحوار هيكون بهدوء اكيد بمستوى. هنطلع الاعلان. مرة أخرى يا سامي المشاهدين، يعني إحنا بس يشربنا مية في الفاصل ونهدي الأعصاب. ومعنا الأستاذة فاتنة من نيوجيرسي. أنا آسف أن أنت على التليفون لفترة. إحنا بنحاول إحنا يعني إن إحنا دلوقتي بنوصف زي ما دام ديركي قالت في الأول والأستاذ مهند، إحنا بنوصف اللي حاصل وعايزين نفكر في الحلول. تفضلي يا أستاذة فاتنة. مرحبا أخي. أهلا وسهلا. أنا حابة بس يعني أنا كتير مبسوطة على الإخوان التنين. الأخت كتير فهمانة ما شاء الله عنها، والأخ الثاني كتير فهمان محامي ما شاء الله عنه ممتاز. بس هم حكوا كلمات ممتازة كتير لو انتبهت لهم. أنت اللي حكى معك على التلفون من أول قال إنه إحنا لماذا نهاجر من الشرق؟ ولا حد يهاجر من أمريكا فعلا، مظهور صحيح.
هذه نقطة مهمة كتير كتير لنفكر فيها، لأنه في سياسات، والأخت اللي بجانبك كتير ما شاء الله فهماني كمان، قارئ عن كيسنجر، وكيسنجر قال إحنا سياسيون، قادتنا سياسيون، ولكن الدول الأجنبية سياسات، يعني لو بروح القائد وبيجي في سياسات ماشيين عليها. صحيح. بعدين قالت كلمة ممتازة كتير كتير وأنا شفتها معاها لعلمك، تقسيم الدول العربية لسه زي ما قال الأخ تقسيم زيادة مقسمة على نيويورك تايمز. هل أنتوا توافقوني؟ هل أنتوا الاثنين توافقوني؟ إنه the whole issue القضية الفلسطينية، إنه عمال فعلا تقسيم البلاد كلها عشان يبعد إسرائيل عن اللي بيصير في المسجد الأقصى وفي القدس. صحيح. أنا وهي دي رسالة بحييكي. أنا بحييكي، وكنت عم بحكي وبشكرك على التليفون. كنت عم بحكي مع الأب ثلب جوا، القضية قضية إنهاء القضية الفلسطينية. ححط ثلاث أشياء، اسمح لي بالوقت. تفضلي. ثلاث أشياء للشارع العربي والسوري. أول شغلة، وقت اللي صار الحراك بسوريا، طلع السفيرة الأمريكية، طلعت للبطرك الراي، قالت له قديش تقدر تاخد مسيحيين للبنان؟ قال لها لا، مسيحية الشرق بتضل بالشرق وبتضل بسوريا. شو المخطط؟ لو بترجعوا يا عرب، رجعوا للواشنطن بوست، هيلاري كلينتون ساوت دراسة بالإيبك 75 صفحة، كتبت التغيير الديمغرافية في فلسطين، يعني بعد 20 سنة الشعب الفلسطيني رح يكتر والشعب اليهودي رح يقل لعدة أسباب. ما بقى في هجرة. لا دربكت نقطة شوية التفكير الغربي. هون نقطة مهمة. نقطة مهمة. ما بقى في دخول وصلت. هجرة داخلية. لا دقيقة. تليفون معيش من كندا. بس لك مين معنا؟ نقطة مهمة لازم يسمع الشعب العربي. بليز. شو كان بدهم؟ بدهم يطلعوا المسيحية لبيروت. بس طلع المسيحية لبيروت شو بده يصير؟ بده يصير ديموغرافية، عدم موازنة بالديموغرافية. بدهم يقولوا نحن ما عنا، صار العدد المسيحي أكثر من المسلم. بيقولوا أوكي مو مشكلة، جيبوا لنا المخيمات الفلسطينية ووطنوهم ونلغي حق العودة. أنا فاهم الرسالة. في رد أستاذ مهند إذا تتكرر علي. معلش قبل ما حضرتك ترد. إيه بس لا بدي كلمتين. اتفضل. هذا شيء مهم شان التوازن أيضا، لأنه أنا اللي بدي أقوله يا أختي الكريمة إنه القضية الفلسطينية هي قضيتنا وهي محور قضيتنا، ونحن بذلنا من أجلها وسنبذل لكن فيما يتعلق يعني بالشعوب العربية والشعوب الإسلامية، نقول يعني بشار الأسد قتل، بما إنه يعني في حرية سارت من أجل ذكر اسمه فسأذكر اسمه، بشار الأسد قتل في السنة الأولى 10,864 ضحية في سوريا، في السنة الثانية زاد هذا العدد 12 ضعف. 12 ضعف هو أنه صار تسليح. لا والثانية وما بينهما وما بعدهما لم تقتل نصف ما قتلوا بشار الأسد خلال سنة. ولم نسمع بأطفال تم تقطيعه. ولا بأطفال. لا ولا ربخوا من تم ماتوا من الجوع. ولم نسمع بامرأة أو فتاة مغتصبة. لحظة. هذا ما نقدر. أنا رح أحكي. لم نسمع بناس ماتوا من التعذيب. إحنا وصفنا المرض كده خلاص. وصفنا المرض. معلش. فلذلك. نحن ما مدام الحكي هيك بهذا الشكل، مدام في مقاطعة أنا بدي استمر، لأنه لا 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 مش أنا مش عايز أطلع، معناته الحكي مشترك. لا 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 معلش أنا خليني بس أهدي موضوع، أخذ الأستاذ عيسى من كندا وارجع لحضرتك على طول نهدي التوتر. تفضل أستاذ عيسى. مساء الخير. أهلا وسهلا. أنا لي تعقيب الحقيقة وسؤال بدي أحب وجهه للموجودين كلهم مع الشكر الجزيل. تفضل. بتمنى انه الهدوء يسود، لانه وقت بيكون البلد فيها حرب وعدوان خارجي بادوات جديده لازم ينتفي وجود معارض ومواليد. الوطن قبل كل شيء. بدايه الامور في سوريا لحد الان هي ليست بثوره،
هي حرب خارجية عدوانية لإنهاء الدور الوظيفي لسوريا في المنطقة. ولتصفيه كل القضايا العربيه واولا قضيه فلسطين. ما في ايضا تصفيه قضيه احتلال اسرائيل للجولان واحتلال تركيا للواء اسكندرون. اذا نحن بدنا نساعد بلدنا يجب ان نكون وطنيين في سبيل الوطن. التهجم الشخصي على شخص رئيس الجمهوريه هذا امر مرفوض وغير مبرر. وهو ده الهدف هدفنا. رئيس الجمهوريه هو رمز مثله مثل النشيد الوطني مثل العلم مين مكان يكون، لكن سوريا هي الابقى. مزبوط، هذه النقطه الاولى. انا سؤالي بدي وجهه للموجودين وللجميع، تفضل. هل من الممكن لأي قوى سياسية في منطقتنا، منطقة الشرق العربي، أن تكون مع المشروع الأمريكي الحالي وتكون ضد إسرائيل؟ هذا السؤال أنا أمتلك جوابه، لكن سأترك المتحاورين أن يجاوبوا عليه. شكراً. تقديري أن الثورة بتعريفها باختصار شديد هي تغيير واقع قائم نحو الأفضل. صحيح، هو ده بالضبط يا أستاذ عيسى، ده الهدف من البرنامج، من القتل والدمار. ده الهدف من برنامجنا، هذا أمر واقع وصحيح. شكرا. إحنا الهدف من البرنامج اللي هو الجسر، اللي هو جسر المحبة والود والسلام بيننا، وإن إحنا نبني. وفعلا إحنا مفيش في هذه الأوقات اللي هي صعبة لبلادنا ما بقاش فيش معارض ومؤيد ولازم يبقى لكل واحد. خلينا معلش ارجع للاستاذ مهند، لان طيب احنا وعدناه بال عشان نرد على السيد عيسى. بس معلش اسمع استاذ مهند وبعدين ارجع لحضرتك على طول. هلا هو ذكر انه رئيس الجمهوريه والى اخره، ويعني اولا انا مشان يعني فيما يتعلق بالمداخله اللي قبلها، يا حبيبي انا زلمه طالع من السجن بالشهر السابع 2011، لا لي أمريكي ولا لي عايش هون ولا لي بعيد عن الأزمة ولا لي بعيد عن المشكلة. أنا طالع من رحم يعني المعاناة. هناك نظام حكم عسكري عسكر الدولة والمجتمع على مدى 50 سنة، وساد فيها ثقافة واحدة هي ثقافة عبادة الفرد. طب الحل؟ الحل من هو بشار الأسد الآن؟ بشار الأسد بحكم جميع التعريفات مجرم دولي. شئت أبيت حبيت حبيت القانون الدولي بيقول إن هذا الرجل القانون الدولي بيقول إن هذا الرجل ماشي. الحل دلوقتي يا أستاذ مهند، أنا اليوم الحل أعطيني حل. أنا اليوم هلأ هو هي القصة انه شو هو الحل. انا مالي سياسي لاعطي حل، انا اللي بدي اقوله انا وجهة نظرك بلدك كسوري. اولا بدنا نخلص من هاي العقليه اللي موجوده عند بشار الاسد وزمرته وحاشيته، انه ما عندنا ثوره طيب وانه هاي حرب كونيه. لازم يعترفوا انه ما يحدث في سوريا اللي بخلي هلا الشعب السوري صامد في مواجهه الطائرات الميك ثابتة الجناح وفي مواجهة الصواريخ البالستية اللي حجم العبوة 2.5 طن. هو انه هذا الشعب عانى من القهر لمدة 50 سنة. انا ما هينا ولا حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة هنقدر نخلص فيها الكلام. بس انا عايز في يعني موجز بسيط تقول لي ايه اللي تشوفه من وجهة نظرك الحل عشان نرجع للدرك. اولا نمرة واحد الاعتراف بالخطأ. لا أنا طلعت أول ما طلعت من السجن حكوا معي بالجزيرة وا 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 وبكلم، وبعد ما طلعت على فكرة يعني بعد ما طلعت من سوريا مضطرا ما عاد حكيت بالإعلام، لأني بعرف إنه هذا النظام هو نظام وظيفي لمصلحة إسرائيل، وإنه ما في أمل. معلش وإنه ما في أمل هو وظيفي هو وظيفي لكن لمصلحة. هلا انت متوقع لو لم يكن هذا النظام وظيفيا ويؤدي خدمة لإسرائيل لاستمر لمدة
سنتين ونص هو عم يرتكب مجازر طيب. الإبادة الجماعية بحق السوريين. سيد محمد خليني كمان. لكن وظيفي فعلا وظيفي. لا توقف. لكن لوين وظيفي؟ ماشي. عم يؤدي وظيفة لمصر. وظيفة ليحمي البلد. هذا السبب. من الخونة والعملاء. الكل بيقول لك حرب كونية والصراع العربي الإسرائيلي وبيأخذك لعهد نبوخذ نصر. وجهة نظرك وصلت يعني كويس. خلينا نسمع مدام دك لأن إحنا الوقت بده يهمنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا محتاجين ان احنا نقعد مع بعض حلقات اكتر ان احنا نتكلم في الموضوع. اتفضلي كلمة اخيرة عشان لا مو كلمة اخيرة بدي بس مساحة من الوقت. هو عم يقول ب 2012 دخل على اولو وانا عم اقول من 2001 اطلعوا على اليوتيوب وشوفوا من اين لا لا ما انتبهتي على كلامي ده انا ده خليني كمل خليني كمل معلش خليني كمل انا قلت اول دعوه لحراك طيب. عسكري طيب. اول دعوه كانت لحراك عسكري ب 29/7/2011 طيب. هذا كلام الصليب طيب. الاحمر مو كلامي انا صليب احمر هذا طيب. كلام طيب. هذا كلام منظمه طيب. دوليه طيب انا معلش كلمه مو من عندي معلش. كلمة في نص دقيقة لا نص دقيقة حرام عليك لا لأن أنا عايز ست شهور أنا عايز أهدي الموضوع ده وأسمع منك أنت وعدتيني بشاعر مكتوب لا بس خليني في شغلة خصوصا لأن الوقت خلاص يعني سوريا الرئيس ما ضرب في عنف هو ردة فعل على اللي دخلوا إذا بالشعب العربي بيرجع اللي عم يصير بالوطن العربي حتلاقوا إنه قوة تانية عم تطلع قوة البريكس اللي طالعة وأساسها إنه قوة البريكس ب 2014 حتغير العملة من الدولار لسعر العملات الوطنية وهون الدولار والأزمة الاقتصادية تبع أمريكا. بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل اللي هو عميل إسرائيل لولا باع لإسرائيل وحتى وقت أنا ما قلت عميل أنا قلت نظام وظيفي يحاول أن يربط الرئيس الأسد إذا رامي مخلوف اعتراف بس هو ليس هو هو يعني كلام رامي مخلوف مو هو اللي صنع النصر ببيروت وكسر أنا نصر وصل للحل كده العلم الحل من رأي أنا نصر نصر بيت مين هذا أيوة بس للشعب العربي لا يعرف اليوم اللي طلع السيد المقاومة نصر الله وقال الآن ستضرب البارجة بالبحر كان هي قبل حيفا ويافا 2006 ولا بعد يافا ويافا مش الحل يعني كان صاروخ سوري وكان ضابط سوري معلش بس تحيا سوريا إلى المجد وإلى العز اما تحيا سوريا تحيا سوريا احنا عايزين ننهي طبعا تحيا معلش لان الوقت مشان تحيا سوريا اول خطوه هو الاعتراف بالخطا ورد المظالم الى اهلها الحلقه اللي لمت ابنها شقف ونتف من الطريق ما حدا بيحكي عنا بس كلمة الأم اللي لمت ابن من الطريق اللي حرق أولادها قدامها ما حدا بيحكي عليها ما حدا بيحكي عنها أنا عم بحكي حقائق أنا بشكر الأستاذ مهند شكرا مدام ديركي بشكرهم ونلتقي هيبقى في حلقة ثانية لا دقيقة سيد محمد النصر لقضية شعبنا النصر لقضية الشعب السوري أنا يعني لا أنت نهيتها هيك في مشكلة معلش دقيقة نهيتها معلش بس إحنا نهيتها ولا حنرجع لا احنا مع على الهوا لسه تفضل كلمه للتاريخ وللشعب العربي افتحوا على من يعالج إرادة الحرية رغبة الحرية في نفوس الناس بالحديد والنار سيد مهند من يعالج إرادة الحياة خلينا ننهي الحوار ده بكلمة واحدة نقول تحيا سوريا خلاص إلى التاريخ تحيا سوريا إلى مزبلة التاريخ أنت مخونة والمرتزقة قد يحيا الجيش السوري يحيى الرئيس بشار الأسد بشار الأسد تاريخ القادمة نطلع الإعلان وزبانيته وأطباعه إلى مزبلة التاريخ